حنا بخير وديرة العز في خير، دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا في وتسيطر على ناموس الشوط. الله المركز الثاني غادمة بهذه اللحظات، سياسة ولكن بواجة هي المسيطرة من البداية حتى هذه اللحظات خاطفة النقطة. هذا الشوط الثاني والتبريكات لسعاد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني والتهنية لك يا بن مقارح. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في لقاء الفائزين، سعدنا في هذه اللحظات أن نلتقي مضمر بواجة محمد بن برقان بن مقارح. محمد تستاهل فوز بواجه بالشوط الرئيسي الانتاج، وجعلنا مسن دايم يا ابو بخيت. تستاهل خير وعافيه وبريك. وش سلاله بواجه؟ والله سلاله بواجه بنت شهير رموز مملوك للسيد محمد بن زايد الخيرين، واللام السودانيه من انتاج الشيخ عبد العزيز. مشاركاتها؟ والله مشاركاتها اشتركت المحل الاول صار خلل في الالي وجات رابعه، اشتركت المحل الثاني سبقت والثالث الحمد لله سبقت. نفس الشوط؟ نفس الشوط الاول نعم. اخذنا معك مقابله ونفس السلاله. نعم هذه نفس البغلة. محمد بن برقان بن مقارح مرت عليك هجن رئيسيه في العام المنصرم، ابرزها اسطنبول اللي انتقلت الى هجن الشقب. الهجن هجنك في هذا الموسم وكذلك بعد العز العام، نذكر ابرز هجن كانت عندك محمد. والله كان عندنا هجن سبق وندر من الهجن اللي اسطنبول، وعندك عز وعندك فبركه عندك فرقاط عندك كذا. متى بدأت الظهور في العام؟ متى بدأت المشاركة الفعلية العام؟ بعد الشاشة إن شاء الله بعد على مستواهم تقريبا. زين متى بدأت حلالك للعام؟ متى بدأ يدخل في المنافسات ويسبق؟ والله من المحل الثالث، لأن أول دخولها كان المحل الثالث والحمد لله من المحل الثالث وكله سبق إلى الختاميات. هذه الهجن اللي ذكرتها الهجن الرئيسيات، هل بنشوف إن شاء الله في هذا الموسم عند محمد نفس الهجن؟ والله إن شاء الله السبق موجود وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وديك طبعا فيها ندر نادرة ما تجيك كل سنة ترى، لكن السبق الحمد لله موجود والسبق جاي إن شاء الله، وإن شاء الله نوعدكم إن شاء الله في المواسم الجاية لا أفضل إن شاء الله. في الموسم هذا؟ الموسم هذا إن شاء الله بيكون لنا مشاركات، بيكون لنا إن شاء الله منافسات وسبق، لكن إن شاء الله نوعدك بعد السنة الجاية يكون أفضل إن شاء الله. متى بنشوف المضمر الصارم يصول ويجول إن شاء الله كعادته؟ بإذن الله المحلي إن شاء الله، المحلية الجاية إن شاء الله نكون عند من الرابع ولا من الخامس؟ بإذن الله من المحلية الجاية تكون إن شاء الله في كادر. نرجع إلى من غير استهانة بعين الأخوان المضمرين، الأخوان المضمرين كلهم كفو وكلهم ما شاء الله من جزيل وهالسبق. زميلك أو أخيك مبارك بن صرير ذكر في شوط القعدان أنك حاولت محاولات مستميتة رغم أن قعوده معروف راعي الشوط. والله قعود مبارك اللي هو عتيم هذا غني عن التاريخ، السبوق يعني تقريبا هو الحين أسبق قعدان اللي في الإنتاج، لكن ما يمنع الواحد يحاول ترى، لان الركض تعرف انت وفريق هذه حالات الركض منافسه وزماط وسابق ويوم سابق ومسبوق، الا ما ترى يعني يروح المنافسه في الركض ما لا طرح. لكن مبارك الان عليه ضغط ان قعوده هو المتصدر والضغط منك او من اي مضمر اخر. قعود مبارك سبوق وقعود مبارك صعب، لكن شيل الضغط من المضمر. نعم ما يحتاج، قعود مبارك سبوق يستاهل ابو محمد ومضمر صراحه كهو ويوصل الذلول، ولكن المحاوله محاولات مستمرة الى اخر الموسم. يبارك الله وجهك الفوز المنتهي. هذا الفوز لسمو الشيخ تميم بن حمد الثاني الله يحفظه، وسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، وجميع المسجلين شعر الشيخ عبد العزيز. قبل ما نختم معك البكره من الانتاج صح؟ نعم من الانتاج. ذكرنا سلالتها؟ نعم ذكرنا سلالتها. بنت شهير رموز وامها سودانية. انتاج الشيخ عبد العزيز الان ما برز على الساحة عندكم؟ لا الحمد لله الليلة اخذنا ثلاث اشواط. والمحل المضمرين الاخرين؟ نعم مع اخواني المضمرين الاخرين. والمطيلي تحت ادارتك كم شوط؟ انا قصدي في الانتاج خلال ثلاث اشواط، وفيه اشواط مفتوحه اخذها الرابع اللي هو محمد بن طالب العماره وراشد بن بطي، بعد اخذوا اشواط مفتوحه. يستاهلون. رجعنا مسن دايم بيض الله وجهك يا الصارم، وشكرا جزيلا لك محمد. الله يرحم والديك.